مايكل راشد، الحياة حلم وشغف ومخاطرة ومين عارف. هو قرر يمشي ورا حلمه حتى لو خسر وظيفته، المهم يوصل للزيتونة وبعدين نعرف منه. مايكل، ازيك يا مايكل؟ تمام الحمد لله يا دكتور مايكل. يعني مش فارقة دلوقتي خلاص. خلاص بقى يعني. طب ليه الزيتونة يا دكتور؟ هو زيتونة بتعبر عن الشغف بتاعي اللي هو أصلا القراية. أنا بحب القراية من وأنا صغير، أو بقرا من وأنا صغير كتير جدا، وبحب ان انا اعمل برزنتيشنز قدام الناس. يعني دايما في الشغل بتاعي، بحكم ان انا كنت شغال في شركات ادويه والكلام ده كله، كنت بعمل برزنتيشنز سواء في الشغل بتاعي في الشركه او بره الشركه كمان. فانا بحب فكره ان انا اعرض حاجه وبحب القرايه. فالزيتونه هي فكره ميكس ما بين الاثنين، ان انا بس يعني جمعت الكتب اللي انا بحبها مع فكره البرزنتيشنز اللي انا بحب اعملها، بس الاثنين مع بعض في الزيتونه. طب انت مش شايف ان صعب قوي 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 ان بعد السنين الدراسه دي كلها ان انت تتخلى بقى عن كل ده وبعد كده تروح لكارير تاني مختلف؟ بصي، يعني ممكن اجاوب على السؤال ده في ناحيتين يعني صراحه. اتفضل. اول ناحيه، انا ليا كده ثيوري معينه او نظريه معينه عن الشهاده اللي احنا بناخدها. يعني هو الشهاده اللي احنا بناخدها والتعليم اللي احنا بنتعلمه يعني بيدينا شهاده. الشهاده دي ممكن نشتغل بيها في اي مكان، فهي وسيله انك تشتغل بيها. بس لو انت عندك حلم تاني، لو انت عندك حاجه شغل تاني، لو انت بتفكر في حاجه تانية تعملها في حياتك، ممكن تعملها. يعني هو بس الشهاده بتاعتك دي تول تشتغل بيها على طول، خدت لايسنس كانك تشتغل. بس لو عندك حاجه تاني جون يعني جرب يعني. وزي ما كنت بقول في الفيديو، هو الحقيقه اصلا اقصر من انت تجربها او تضيعها في حاجه واحده بس. المفروض ان انت تقعد تتشينج كل شويه عشان تقعد تكتشف حاجات في نفسك اكتر وتقعد تطور في نفسك. انما لو فضلت دايما في نفس المكان بتعمل نفس الحاجات، غالبا هيبقى عندك يعني موارد او امكانيات محدوده مع الوقت. يعني هتلاقي كل نسبيتك وانت لسه زي ما طب انت دخلت صيدله ليه؟ هي دي برضو بترجع لفكره اللي هو ايه الاكسبكتيشنز اللي الواحد متوقعها من اي حاجه بيعملها او ما بيعملها يعني، او ما بتيجي في دماغه. اكسبكتيشنز وايز، يعني انا كنت متخيل ان انا هدخل مجال معين، بغض النظر عن المجال ده كويس فعلا يعني، بس انا كنت اكسبكتنج منه يعني ان انا هقدر افيد ناس فعلا، او هقدر ان انا اعالج ناس، او هقدر ان انا اعمل بصمه في المكان الموجود فيه. ممكن فعلا كنت بعمل كده مثلا في الشغل بتاعي، بس انا ما حسيتش بكده. يعني في ناس، انا مش هقول مثلا مجال صيدله وحش، لا هو مجال صيدله كويس جدا جدا، بس انا ما حسيتش ان انا قادر احط الانبوت بتاعي او احط البصمه بتاعتي فيه. في ناس بتبقى حاسه ان هي بتعمل كده، بس انا ده ما كانش الحته بتاعتي يعني. فابتديت ان انا اهرب لفكره تاني، او تيجي في دماغي فكره تاني، اللي هو فكره زي الزيتونه، اللي هو انا حاسس فعلا بقى ان انا بسيب بصمه في الحد اللي بيتفرج عليا او الحد اللي بيشوفني. فالبصمه دي هي اللي بتفرق معايا يعني. فحسيتها في حاجه زي الكتب، بس ما حسيتهاش في الصيدله. فده الويت اللي خلى الموضوع بتاع الزيتونه عندي احسن بكتير جدا من صيدله. بس انت كنت بقى بتشتغل وليك بتعمل فلوس وشركه كبيره، مرتب ثابت، وعايز تتجوز وعايز تكون نفسك يعني. تمام. في امور ثابته. تمام. صح؟ تمام. تخليت بقى عن كل ده وجربت ومشيت ورا حلمك عشان تجرب، ويا صابت يا خابت زي ما بيقولوا. صح؟ بصي، هو في طبعا ريسك كبير جدا في الموضوع. هو ده اللي انا اقصده بقى. الريسك. في ريسك، بس كان في كالكوليتد ريسك، يعني هو ريسك شويه محسوب. انا بقالي شويه بعمل الزيتونه وانا بشتغل، يعني عامل اتنين مع بعض. يعني مش بقول للناس ان انت ايه سيب شغلك ونط واعمل حاجه انت بتحبها، لا خالص. انا فضلت بعمل الزيتونه مع الشغل بتاعي حوالي سنتين ونص. بعمل الشغل بتاعي الاساسي جنب الزيتونه في الويك اند. اي نعم الموضوع كان مهلك جدا بالنسبه لي، ان انا اصلا بشتغل فول تايمر از ان انا صيدلي، وبعد كده كمان في الويك اند بشتغل ان انا اعمل فيديوهات، وبعد ما بعمل الفيديوهات بتاعتي بعمل لها ايديت وابتدي انزلها وابتدي اتابع بقى الناس عملت ايه عليها والكلام ده كله. طبعا كل الكلام ده غير ان انا المفروض اكون بخلص الكتاب في اسبوع عشان اعمله التلخيص. فالموضوع كان متعب جدا، بس لما ابتديت احس ان في بريق امل كده بيجي من الزيتونه، يعني ابتديت اعمل زي بيزنس مودلز منها، مش بس فكره اليوتيوب، لا انا اشتغلت مع ناس من الوطن العربي في حاجات كتير ليها علاقه بالكتب والكلام ده كله. فحسيت ان هو في امل كده شويه في الموضوع، حتى لو بيجيب مثلا 10 جنيه مثلا يعني، بس انا ممكن اعمل الايفورت اللي هو بيجيب 10 جنيه ده بقى 1000 مره لو انا اتفرغت له، which means ان انا ممكن اجيب اللي انا كنت بجيبه في مجال الصيدله بتاعي او وات ايفر في اي مجال يعني. فاللي هو لا اجري ورا الريسك بتاعي، او اجري ورا الريسك اللي انا شايفه ده، لان شايف ان ممكن يكون في بنفيت اكبر بكتير من البنفيتس اللي كانت بتيجي من الشغل قبل كده. طيب تعالى نشوف الفيديو ده ونرجع بقى نكمل كلامنا. اوكي. شكرا. عجباني فكره قوي القرايه، ان انت بتشجع الناس ان هم يقروا. طيب ايه اللي يخلي الناس فعلا ترجع تاني تقرا؟ هو المشكله ان احنا نسينا اصلا، ان نسينا يعني ايه قرايه، نسينا ايه فائده القرايه اصلا. اعتمدنا ان التعليم بتاعنا هو التعليم اللي احنا بناخده في المدارس. فكره الليرنينج نفسها وفكره التعليم هو التعليم بس اللي انا باخده في المدرسه بتاعتي او في الكليه بتاعتي او في اي مكان، وبعد كده بتخرج خلاص انا خلصت الجزء بتاع التعليم ومش محتاجه. نسينا الفائده الحقيقيه بتاعت الحاجه دي.
نسينا ان احنا لما بنقرا احنا بنطور من نفسنا وبناخد خبرات اكتر. نسينا ان احنا ممكن يعني في مثل كده اللي هو بتاع سن المنشار بتاعك اللي هو بيقول لك ايه، كان في نجار كده شغال بمنشار، بس المنشار ده كان تلم، فكان بيقول يعني ان هو ايه يعني ما عندوش وقت ان هو يسن المنشار بتاعه عشان يقدر ان هو يقطع خشب اكتر يعني. فدي الحاجه بتاعتنا احنا، لو سنينا المنشار بتاعنا عن طريق القرايه او عن طريق حاجات تانية شبه القرايه ليها علاقه بالسيلف ليرنينج او التعليم الذاتي، ممكن يكون البرودكشن بتاعنا او الانتاج بتاعتنا اكبر يعني. فاحنا بنتناسى اصلا يعني ايه قرايه، بنتناسى فوائد القرايه وهكذا. فاكبر حاجه تخلي الناس ترجع تقرا واكبر حافز تخلي الناس ترجع تقرا هو ان هي تحس ان هي فعلا محتاجه الموضوع ده، في نيد حقيقيه للموضوع ده. طبعا يعني اكوردنج للفيزيكال نيدز بتاعتنا، النيدز بتاعت اي بني ادم في الدنيا، بيبقى محتاج الاول ان هو يحس بالامان، وبعد كده يحس بان هو عنده كل الفيسيولوجيكال نيدز سواء الاكل او الشرب او الكلام ده كله، وبعد كده يبتدي يعلى شويه في النيدز ان هو يبتدي بقى يحقق نفسه والكلام ده كله. فممكن يعني انا ممكن يعني اكون بفكر ان عشان في ناس لسه ما حققتش لسه اول مستوى في النيدز وثاني مستوى في النيدز، فلسه مش حاسين ان فكره الكتب او فكره القراءه نفسها مهمه. طب قول لي اصعب كتاب بالنسبه لك بقى لما جيت تقدمه او تلخصه. هو في كتاب كان صعب جدا جدا صراحه، كتاب اسمه ذا سيكريت او السر، لان هو كتاب اصلا عليه ديبيت، ديبيت كبير جدا، وانا عارف ان انا كنت عارف ان انا اول ما اعمله هتهاجم، اللي هو يعني ايه الكلام اللي انت تقوله ده، ده كلام منافي للدين، كلام منافي للمنطق وهكذا. فحاولت اعمله بحياديه جدا، وحاولت اقول ان ده راي الكتاب، وان الكتاب فيه زي تريك كده. هو الكتاب اصلا كل فكرته ان هو بيضحك على عقلك، بس ان هو عايزك تركز على حاجه معينه، عشان لما انت هتركز عليها غصب عنك هتلاقي نفسك بتبذل ايفورت فيها، فهتجيلك. اه بالظبط، نتيجه انت بذلت الايفورت مش نتيجه انت فكرت بس. فهو اللقطه اللي انا قلتها دي اللي هو الزتونه اللي انا قلتها دلوقتي دي، انا قعدت افكر في الكلام ده كتير جدا، اللي هو ازاي هقول الكلام ده بقى قدام الناس، وازاي هبين الكتاب ده. ورغم كده برضه على فكره يعني جات لي انتقادات على الكتاب ده، انت ليه عملت الكتاب ده، ده فيه حاجات بتتكلم عن خرافه كتاب السر ومش عارف ايه وحاجات زي كده يعني. بس يعني اي ديد ات يعني، رغم ان هو صعب، بس اي جيس ان انا عملتها بطريقه برضه بروفيشنال شويه. طب ايه الكتاب اللي في نفسك، اللي انت نفسك يوصل لاكبر عدد من الناس؟ في كتاب حلو جدا اسمه Talent is never enough، او الموهبه واحده لا تكفي. انا لما بروح مثلا اي مكان اتكلم فيه او حد بيطلبني ان انا اتكلم يعني عن كتاب معين، دايما برشح الكتاب ده. هو الكتاب ده بمنتهى البساطه فكرته ان احنا كلنا عندنا مواهب، بس مش كلنا ناجحين. بس احنا دايما بنشوف الانسان الناجح ان هو يعني ايه، نجح بالصدفه، نجح نتيجه الحظ. يعني تلاقي مثلا حد مثلا مذيع مثلا مشهور مثلا او كده، فيقول لك لا ده ناجح مثلا عشان مش عارف متجوز مين وهو اللي ساعده، او ناجح عشان بفلوسه او وات ايفر يعني. مش شايفين المعاناه اللي عاناها عشان الكائن ده وعشان البني ادم ده يبقى انسان ناجح. نفس فكره جبل الثلج بالظبط، اللي هو انت شايف بس الجزء اللي فوق بس منه، بس في تحت بيس كبيره جدا. فهو الكتاب ده بيقول لك يعني عشان تبقى انسان ناجح او عشان تبقى فعلا الموهبه بتاعتك توصلك للنجاح ده، جبل الثلج اللي تحت ده مكون من 13 حاجه المفروض يكونوا موجودين في اي حد عشان يكون ناجح جنب الموهبه بتاعته. منها مثلا فكره الشغف، انك تكون بتعمل حاجه ليها علاقه بالشغف بتاعك، ان الشغف بتاعك دايما موجود في الحاجه اللي انت عايزها. منها فكره الاستمراريه او الاصرار مهما حصل. اتذكر برضو كده حاجه صغيره كانت موجوده في الكتاب ده، يعني ان بيقول لك ان بدون اصرار حتى لو معاك موهبه انت هتوصل لفشل مع الوقت. انما قد يكون حتى موهبتك قليله، ولكن لمجرد ان انت مصر ان انت عايز تعمل الحاجه دي ومصر وبتعملها، ممكن توصل لنجاح مع الوقت. يعني انا بحس برضو مثلا انا عملت البرنامج مثلا بقالي 3 سنين، الكي فاكتور اللي خلى البرنامج بتاعي ينتشر هو فكره ان انا مستمر فيه بغض النظر عن الموهبه عامله ازاي او مش عامله ازاي. انا كده كده اصلا الموضوع بيتطور معايا حتى في السكيلز بتاعت البرزنتيشنز. يعني انت عرضت فيديو من مختلف الايدجز اللي انا كنت من عصفتها. الاول في البدايه لحد الاخر، فانت اتطورت بالظبط. فبغض النظر عن التطوير، لو حطينا التطوير على جنب، اللي خلاني اكمل اصلا هو فكره الاستمراريه. لو مش موجوده من الاول ما كنتش وصلت الليفلز دي. فدي كانت برضو من الحاجات الموجوده في الكتاب. حاجه تانية مثلا زي فكره الشخصيه القويه اللي بتعرف تحافظ على الموهبه بتاعتها، لان في ناس كتير بيبقى عندها موهبه زي مثلا موهبه الغناء مثلا، بس ان هو يبتدي يستغلها بصوره اللي هي تجيب له فلوس وخلاص، فيبتدي ان هو يطمس الموهبه بتاعته عشان بس الماديات والكلام ده كله. ففي كذا فاكتور مثلا ممكن تستخدمهم يعني علشان تطور الموهبه بتاعتك او عشان توصل لنجاح. طب انت شايف ان كل الناس فعلا بتستقبل اللي انت بتقوله وبيوصلهم كله، ولا بياخدوا منه مثلا 15% يعني زي ما الدراسات ما بتقول العلميه؟ مش كل حاجه طبعا، يعني في حاجات معينه اللي بتلزق في دماغك زي ما انت بتقولي. عشان كده وقت البرنامج عامه مش كبير، يعني هو البرنامج عامله قد ايه؟ 10 دقائق ماكسيمم، بتبقى يعني ربع ساعه عشان ما يملوش برضو. بالظبط، وبحاول افصل في النص بقى بصور وحاجات، يعني بحاول استخدم حس الاخراج الصغير اللي عندي ان انا اخلي الناس ما تزهقش مني، احط صوره في النص، فيديو في النص، الكلام ده كله.
بس في الاخر فعلا بحس ان الناس طلعت معلومتين ثلاثه، وده بيبان في الكومنتس مثلا على اليوتيوب، تلاقيهم ركزوا في حته معينه، يعني ركزوا في كلمه معينه انا قلتها، ركزوا في لقطه معينه. دي مش حاجه وحشه يعني، اذا كنت انت بتركز في حاجه معينه يعني دي حاجه حلوه جدا. دي حاجه حلوه قوي. مايكل انا بشكرك وسعيده بيك قوي قوي، ومبسوطه ان انت حتى لما عملت شيفت كارير رحت لحاجه مهمه، القرايه اللي الناس كلها فعلا دي حاجه مهمه جدا، لو كل الناس قرت خلاص يعني هنتطور بشكل رهيب. وانا برضو بقول لكم ان مايكل بيشجع الناس تقرا، ارجوكم لازم ترجعوا للكتاب تاني. بشكرك يا مايكل، ميرسي جدا ليك، بتمنى لك يعني مزيد من النجاح زي ما بيقول، ومستقبل ناجح ان شاء الله. ميرسي جدا، ميرسي يا مايكل، نورتني. استنوني بكره بقى في الجزء الثاني من حفله 11، معانا ضيف عزيز جدا هتتبسطوا جدا، وحلقه مختلفه جدا. تصبحوا على خير.